لف من هون، لف لف من هون؟ من هون ولك. بلتا ليش قلت لي لف من هون؟ مالك شايف؟ اخي افتح الطريق بسرعه، يلا افتح الطريق افتح يا اخي، طول بالك شوي. خالتي يلا استعجلي، يلا يوفقك بسرعه شوي. انفجري اذا بدك تنفجري، وليك الله يلعنك انفجري. تعال لشوف. تعال لشوف يا ماجر افندي. بيكون عيب علي اذا ما دقت مني. معقول وصلت ورجعك فاضي؟ طبعا، وما بيصير يروح لعندك فاضي كمان. قديش بقي يا اخي؟ لك شو بعرفني لك اخي؟ انا ما عطل على شيء معي بالمره، وين ما بدها تنفجر تنفجر. باقي انا اقل من دقيقه ها؟ اخي ما بقي عندنا ولا حل. شوف طلع لهنيك، هنيك في ارض فاضيه، يلا لف لهنيك. لا انا رح جن نظامي هلا. ها افتح الطريق اخي افتحه، في عنا شغل. نحن عم نشتغل شغلنا. افتح الطريق افتح. يلا جوا في قنبله رح تنفجر بسرعه، لك اتحرك بقى. يلا يا اخي طول بالك. لك اخي بعد هاد الكاميون سيحوا لك. سيح خلص خلص رح بعد. سيح يلا بعد هيك. معناتها انت عم تخدعنا ولك؟ وقفوا، بوس ايديكم لا تضربوا. وشو مشان قصة الأخوة؟ هي كانت كذبة مو هيك؟ لا، هي صحيحة. ولك أنا بدي أدفنك هون، ولك حاجة تكذب علينا بقى، حاج! حاجة تكذب! عشرة، تسعة، ثمانية، سبعة، ستة، خمسة، أربعة. أنا ما كذبت، أنتوا أبوكم واحد، أنا رح أخذكم لعنده، بوعدكم. معقول أنت؟ وعم توعدنا كمان؟ سألت حالك ليش خطفوكم مع بعض؟ ليش أخذوا عينات دم؟ كله شغل فبركة. أخذوا منكم عينات الدي إن إيه كمان لحتى يتأكدوا إنكم إخوة. طيب والنتيجة؟ هذا السؤال بتسألوا لصاحب العلاقة. ومين بيكون؟ بيكون أبوكم طبعاً. شو اسمه لك؟ شو اسمه؟ أبوكم بيقولوا له المعلم، بس اسمه الحقيقي وكنيته وكل قصصه أنا اللي بعرفها. معلم انت عم تسمعني؟ عاكف ويلكر لعطول ماجر، شو بدكن يعني اعمل هلا؟ معلوم بأمركم.